تحويلات المصريين بالخارج كل شهر بتسجل رقم أعلى من الشهر اللي قبله، وحاليا كل الأرقام مبشرة بشكل كبير قوي. فيا ترى إيه سر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ووصلت لكام دلوقتي؟ بانكير، نبض البنوك. تحويلات المصريين بالخارج واحد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية، زيها زي مصادر الدخل الدولاري المعروفة للكل، وهي قناة السويس والسياحة والتصدير. لكن في السنين الأخيرة تحويلات المصريين اتحولت لمصدر دولاري مهم لمصر، وكانت ولا زالت بتوصل لأرقام فلكية. على مدار الشهور اللي فاتت تحويلات المصريين بالخارج أخذت منحنى منخفض جدا، وكانت الكمية اللي بتوصل للبنوك المصرية لا تذكر مقارنة بكميات العملات اللي بتروح السوق السوداء. وده بسبب بسيط جدا، هو ان سعر بيع الدولار في السوق السوداء كان اعلى بكتير من سعره في البنوك. طيب ايه اللي عملته الدولة عشان ترجع تحويلات المصريين بالخارج لشكلها الطبيعي؟ الاصلاحات الاقتصادية اللي مصر عملتها على مدار الشهور اللي فاتت، واللي كان اهم قرار فيها السماح بسعر مرن للدولار في السوق، نهى بشكل تام على فكرة وجود سوق سوداء للتجارة بالعملات في مصر، وخصوصا العملة الخضراء. وهنا المواطن المصري اللي طالع عينه في الغربة علشان يحوش قرشين اتجه للبنوك الوطنية لتحويلهم العملة المصرية، خصوصا ان سعر صرف الدولار في البنك اعلى بكتير من سعره في السوق السوداء، واللي ما بقتش موجودة اصلا، وبالتالي المواطن دلوقتي بيروح للمكان اللي فيه سعر بيع أعلى. ده غير ان المواطن بيكون مطمن على فلوسه وتعاملاته في البنوك الوطنية، خاصة انه عارف انه مش هيكون ضحية نصب، وده طبعا بيحصل كتير في السوق السوداء، وفي ناس كتير اتنصب عليها في فلوسها وللأسف معرفوش ياخدوا حق ولا باطل. وعلشان نبقى عارفين ان الفترة اللي كان المصريين بيبيعوا فيها فلوسهم في السوق السوداء كانت فترة عصيبة جدا على الدولة المصرية، وكانت السوق السوداء في التجارة بالعملة بتهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، مش العاملين بالخارج بس، ولا الضربة القاضية اللي عملتها الحكومة بتوقيع صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة، والفلوس اللي دخلت خزينة البنك المركزي بشكل مباشر كان زمان الحسابات والأرقام اللي بتكلم فيها دلوقتي مختلفة تماما. طيب تحويلات المصريين بالخارج وصلت لكام دلوقتي؟ البنك المركزي أعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في شهر يونيو اللي فات للشهر الرابع على التوالي، وسجلت نحو 2.6 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 1.5 مليار دولار. البنك المركزي أعلن كمان ان تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت في الفترة الأخيرة بأكتر من الضعف، وده بعد الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية اللي قام بيها البنك المركزي، وكان أهم قرار فيها تحرير سعر الصرف بشكل مرن، خاصة ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج قبل قرار تحرير الصرف كانت وصلت ل 1.3 مليار دولار بس. كان معكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.